بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم. معكم أيمن إبراهيم في سلسلة حلقات أيزو ستاندرز، مواصفات الأيزو، ونكمل مع بعض إن شاء الله دورة الانترنال أوديتور أو المراجع الداخلي. إحنا خلاص قربنا على الانتهاء، وصلنا لآخر مرحلة أو المرحلة اللي قبل الأخيرة من الدورة، وآخر مرحلة من الاوديت رياليزيشن او تنفيذ الاوديت. اتكلمنا المرات اللي فاتت على مدى 11 حصه تدريبيه، اتكلمنا اخذنا متطلبات الانترنال اوديت اسبير حسب متطلبات الستاندرز المختلفه، وخدنا ال 9 وال 14 وال 45، وقلنا بقيه المواصفات كلها هتبقى قريبة منها مع اختلافات بسيطة، بالتركيز على بعض نقطة او اتنين مرتبطين بالمواصفة نفسها. وبعد كده خدنا انترودكشن للانترنال اوديت، حاجات مهمة لازم نتبعها ونفهمها ونعرفها. وبعد كده اتكلمنا على الانترنال اوديت بروسيس، عملية المراجعة الداخلية. وعملية المراجعة الداخلية هي ثلاث خطوات، اللي هي الانترنال اوديت بريبريشن، ودي اتكلمنا فيها باستفاضه. وبعد كده الانترنال اوديت رياليزيشن، ازاي بننفذ او بنطبق عمليه المراجعه الداخليه، وقلنا مشينا فيها في خطوات الاوديت بالتفصيل، وازاي نحدد الان سي ار، وازاي نعمل انترفيو، وازاي نسال، والحاجات دي كلها. وختمناها بالاوديتنج بوينتس على متطلبات المواصفات الثلاثه، اللي هي الايزو 9001، الكواليتي والانفايرمنت 14000، والهيلث اند سيفتي 45000. وهنختمها النهارده هنختم الاوديت رياليزيشن او مرحله تنفيذ الاوديت بان احنا جايب لكم كيس ستاديز او حالات دراسيه هنقراها كويس، وهنشوف هل هي فعلا هي ان سي ار ولا مش ان سي ار. لو هي ان سي ار هتكتبها ازاي، لو مش هي ان سي ار ايه اللي انت هتعمله اثناء الاوديت. كل ده بنتكلم اثناء الاوديت خلاص. فانا اجيب لكم حالات، ليه في بعض الناس كانت بتسالني دايما، انا فاهم بنود المواصفه وفاهم الانترنال اوديت بروسيس، بس مش بعرف اميز اوديت على النقط ازاي. فاحنا شرحنا بنود المواصفه من بند 4 لغايه بند 10، ايه الاسئله اللي تسالها، ايه الحاجات اللي تبص عليها، ايه النقط اللي تركز فيها، تتحاور معاه ازاي. فدي خلصناها كلها الحمد لله. هنجيب بقى كيس ستادي، امثله عمليه، ونشوف الامثله دي. تخيل، انا عاوزك انت تتخيل ان انت جوه الشركه بتاعتك وقابلت الحاله دي، انت جزء، انت الاوديتور وقابلت الكيس دي خلاص. هل هي بالنسبه لك هي ان سي ار ولا مش ان سي ار؟ لو هي ان سي ار هنشوف هنكتبها ازاي، لو مش ان سي ار ايه الخطوات اللي بعد كده تعملها قبل ما تخرج من الاداره دي او البروسيس دي خلاص، عشان تاخد قرارك هتكتبها ان سي ار ولا مش هتكتبها ان سي ار. طيب هنراجع مع بعض ببساطه ايه هو الان سي ار. الان سي ار يا جماعه اي حيود او اي عدم تطبيق لمتطلبات النظام اللي موجود فيه، مش متطلبات الايزو، خلي بالكم من متطلبات النظام، اللي هو مبني على ايه؟ مبني على الستاندرد ريكويرمنتس خلاص، مبني على الليجال ريكويرمنتس، مبني على الاورجانيزيشن ريكويرمنتس، مبني على الانترستد بارتيز ريكويرمنت انكلودنج الكاستمر خلاص. فانت بتبني النظام بتاعك مينلي على الفور بيلرز دول. فالفور بيلرز دول اساسيين، العواميد الاساسيه اللي انت بتبني عليها النظام. ممكن تضيف حاجات كتير بس هم دول الاساس، دول الاساس. فالنظام شامل كل ده خلاص. فلو لقيت مخالفه اجنس المواصفه فهي ان سي ار، ولقيت مخالفه اجنس بقى السيستم بقى اللي انت بتراجع على السيستم، المفروض السيستم مبني كويس خلاص. فانت بتراجع على السيستم ككل، فممكن تطلعها اجنست كلوز المواصفه، اجنست مخالفه للليجال ريكويرمنت، اجنست تعليمات الشركه، او كاستمر ريكويرمنت طلب حاجات وانت وافقت عليها في الاتفاق لكن ساعه التنفيذ ما تنفذتش خلاص. طيب انا جبت لكم بقى حالتين من كل مواصفه عشان بس ايه يبقى في تنوع ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. طب بيقول لك انت رحت شركه، الشركه دي بتاعت انتاج اغذيه، والشركة دي عندها معمل بتحلل في المنتجات بتاعتها والخامات،
وانت داخل المعمل لقيت ان في ثلاث مشغلين مش لابسين الاوفر هيد كاب على راسهم خلاص، وواحده من اللي واقفين لابسه مجوهرات حلقان وغوايش وكده، ومش لابسه البلطو بتاعها، والباقي الاربعه لقيتهم ايه كويسين. طيب في الحاله دي قلت لهم وروني الاجراء بتاعكم خلاص، وريني الهيجين بيرسونال هيجين بروسيدجرز بتاعتكم خلاص، واللي اتاكدت ان انت ده هو ده اللاست فيرجن خلاص. لقيت مشروح بالتفصيل جدا في الجزء السادس من البروسيدجرز دي خلاص، ان الدريس كود ده مانداتوري الزامي لكل العاملين جوه المعمل، وغير مسموح بان انت تقلعه، وغير مسموح ان انت تخلفه، وغير مسموح ان انت تلبس البنات او الاولاد يلبسوا اي مجوهرات او سلاسل او حاجات زي كده. يبقى دي كيس قدامك. طب دي هنقول دي ان سي ار ومش ان سي ار. اول حاجه زي ما اتكلمنا قبل كده في الشرح، ان انت بتدور على الاوبجكتيف ايفيدنس، الدليل الملموس. هل في حاجه قاطعه بتقول لك اللي انت شفته ده غلط؟ في حاجه قاطعه. ايه هي؟ الاجراء. يبقى الاجراء قاطع واضح صريح كريستال كلير بيقول لك ان الناس كلها لازم تلتزم وانها لابسه مجوهرات، يبقى اي مخالفه جوه يبقى مخالفه عدم مطابقه او عدم تطبيق جيد للمواصفه، فدي بالنسبة لنا بتبقى حالة عدم مطابقة واضحة وصريحة. طب ايه فعلا الحل؟ هي حالة عدم مطابقة خلاص. في حالة عدم مطابقة وانت بتكتب حالة مطابقة بكتب ثلاث حاجات او اربع حاجات اكشولي. اول حاجة بقول ان هي دي ان سي ار، وبعرفها هل ماينور ولا ميجر، بس مش عاوزين صعب الامور عليكم دلوقتي، فخلينا ايه دي هي ان سي ار خلاص. تاني حاجة بتعمل ديسكرايب للستيتمنت، بتشرح الموقف، المشكله فين؟ المشكله هنا ان الشركه مش قادره تدير الورك انفايرمنت في المعمل as per company requirement. الشركه مش قادره تسيطر على بيئه العمل والتزام الاشخاص بمتطلبات المكان كما هو ايه مطلوب. طيب دي المشكله. طب ايه الاوبجكتيف ايفيدنس بتاعك؟ ايه الدليل الملموس بتاعك؟ الدليل الملموس بتاعي ان كان في 8 اوبريتورز، 4 فيهم مش ملتزمين خلاص، 3 كانوا قلعين الكاب، واحده كانت مش لابسه البلطو ولابسه مجوهرات حلقان والكلام ده كله. اجينست ايه ايفيدنس بتاعتك؟ اجينست البروسيدجرز رقم كذا اللي بتقول كذا. طب ايه الكلوس المواصفه اللي بتدعم الكلام ده؟ كلوس 714 اللي هي خاصه بالاورجنايزيشن ماست ماين اند بروفايد اند مينتين ذا انفايرمنت نيسيسري فور اوبريشن. الشركه لازم تحدد وتوفر وتحافظ على بيئه العمل المهمه الخاصه بالتشغيل عشان تحقق متطلبات المنتج والسيرفيس دي. طيب ممكن ايه تاني؟ خلي بالكم ممكن يبقى في اكتر من كلوز خلاص، عندي 8 5 1 اللي هي المونيتورنج والميجرمنت للبروسيس نفسها خلاص، ان مفيش مونيتورنج كفايه، فخلي بالكم ممكن اكتر من كلوز واحده او اتنين، يبقى انت ايه كونفيوزد شويه خلاص، لكن ايه الاتنين ايه بيمشي. طيب الكيس الثانيه برضو في مواصفه التسعه، ان انت رحت قسم التصميم وانت بتراجع قائمه المنتجات، هم عندهم 5 منتجات عن الاهداف ان هم يشتغلوا عليها لهذا الديبارتمنت، انت سالت على نتائج التخطيط خلاص اللي هي هتحقق هذه الاهداف، وهل هي الاهداف دي موثقه ولا لا خلاص. فمدير الإدارة قال لك لا احنا ما عندناش الوثائق دي، ان هي طبيعة شغلنا بتعتمد على الابتكار والتفكير والكرياتيفيتي والانوفيشنز والحاجات دي كلها خلاص، فبنعتمد على الإبداع والابتكار والحاجات دي كلها. طيب هل في القصة دي حاجة
تيون سي ار لا، هي قصه حكى لك موقف بس ما سلمكش اوبجكتيف ايفيدنس. خلاص يبقى انت ما شفتش، انت هنا دلوقتي تخيل نفسك انت الاوديتور، خلاص مفيش حاجه في ايدك تقول ان هو خالف حاجه معينه. طبعا وانت بتراجع على نفسك في شركتك او انت بتراجع على سبلاير، خلاص خلاص انت في حاجتين، في متطلب للمواصفه ده اساسي، خلاص لو المواصفه طالباه بس مش موجود في السيستم ده انا كونفورمتي على النظام نفسه وعلى المكان، خلاص يعني المواصفه طالبه حاجه ان هي تبقى دوكيومنتد، ريتين دوكيومنتد انفورميشن ومينتين دوكيومنتد انفورميشن، وما لقيتهاش في السيستم وما لقيتش ايفيدنس ان هي لسه موجوده، يبقى عندك مخالفتين، مخالفه على المكان ومخالفه على الكواليتي اشورنس اللي هو حاط النظام. واضح كده؟ ودي طبعا ايه ما بنلاقيهاش ليه؟ لان لو الشركه دي لو شركتها واخده شهاده الايزو فاوريدي النقطه دي متغطيه اصلا وانت بتاخد الشهاده بتاعتك من الاول. طيب الحاله دي بالنسبه لي حاله غامضه، انا مش لاقي في الحكايه ما يقول ان هي ان سي ار، فهي فعلا محتاجه مور انفستيجيشن، محتاجه ان انا اشوف ايه هو المطلوب. اول حاجه المواصفه مش طالبه ان الاوبجكتيفز نفسه يبقى ايه دوكيومنت، خلاص هي طالبه ان يبقى فيه بلاننج، خلاص يبقى موجود. طب خلينا نخش على نخش على انا هعمل ايه اداء اوديتور. خلاص اول حاجه بسال على البلاننج نفسها، بخليه يشرحها لي، خلاص وبشوف بتعمل انترفيو بعمق، بتشوف طب انت حققتها ازاي، هل في فيزيكال ايفيدنس، طب الاوبجكتيف ده اشتغلت فيه ازاي، طب وصلت فيه فين. مش شرط اشوف دوكيومنتس لكن ممكن تشوف ايفيدنس، تشوف البرودكتس نفسه، تشوف تواصل بينه وبين العميل، تواصل بينه وبين الفريق، بتطلب الجوب ديسكريبشن او التوصيف الوظيفي، بتشوف المسؤوليات فين والصلاحيات فين، بتتكلم مع الناس اللي هي المسؤوله في المشروع او المسؤوله في الاهداف، بتساله فين الريسورسز اللي انت طلبتها للمشروع، طب فين الايفيدنس الريسورسز دي جات لك، بتساله على الاوبجكتيفز هل هو ميجرابل، يقول لك اه، طب وريني ازاي انت عملت له اياس، وبتشوف الاكشن بلان بتاعت الاوبجكتيفز ده، خلاص وازاي الشركه بتراقب وبتقيس مدى تحقيق الهدف. يبقى من خلال هذا الحوار انت بتخرج بيبقى عندك ايفيدنس قدامك، خلاص وبتشوف الشركه بتدير الديزاين، عمليه الديزاين ازاي، بناء على المعطيات والمخرجات اللي بتطلع عندك انت كاوديتور بيبقى عندك قرار، اه ده فعلا ده كونفيرم اتس نوت نون كونفورمتي، ولا هي حاله عدم مطابقه نون كونفورمتي. خلاص كده؟ هنخش بعد كده على البيئة، على الانفايرومنت، ال 14,000 واحد. انت رحت في مصنع بيصنع منتجات حساسة، بيرشبل اللي هي المنتجات الغذائية الحساسة زي الألبان والزبادي والحاجات دي كلها، خلاص في المعمل بتاعها لقيتهم ان هم بياخدوا عينات من المية اللي طالعة الويست ووتر وبيحللوا فيها السي او دي اللي هي الكيميكال اكسجين ديماند، خلاص وعلى مدى شهر، وبعدين لما قارنوها بالتحليلات اللي جايه من الدوله لقوا ان فيها اختلاف حوالي سبع اضعاف او اكتر من القيمه اللي جايه من التحاليل اللي جايه من الدوله او الرقابه الصناعيه او البلديه او الجهه اللي هي المسؤوله عن الرقابه. خلاص يبقى انت رحت المعمل بيقيس عينات المخلفات او المايه الخارجه الويست ووتر، وبتقيس السي او دي اللي هي الكيميكال اوكسجين ديماند دي ليها ليميتس حسب المواصفات، لقيت ان القرايات مش ماشيه مع القرايات بتاعه الدوله. طيب لو اوديتور صغير في السن ولسه حديث على طول يروح ماسك نان كونفورمتي ويقول لي دي اجينست القرايه بتاعه الدوله وبتاع، اول حاجه هي القرايات لو هي
ماشيه مع متطلبات المواصفه، يبقى هنا ما عنديش ديفيشن. طب هي مخالفه عن الريت بتاعت الدوله، ابتدي محتاجه هنا، ما اقدرش اقول هنا ان سي ار صريح. يعني لو هنا الكيس ستادي هنا ما حكيتلكش الارقام دي، هل هي مخالفه للنظام، يعني مخالفه للاستاندر، مخالفه للقانون، ولا مش مخالفه؟ يبقى انت هنا مش عارف. انت المعلومه عندك معايا ان القرايات قرايتين مختلفين عن بعض بفرق كبير، ما يتلاقش ان واحده فيهم اكسيد الاستاندر. واضح كده؟ يبقى مهم جدا واحنا بنقرا كيس ستادي، سواء بتخش امتحان او انت في الاوديت، دونت اسيوم، ما تقعدش تشغل فيلم في دماغك باحداث مش حقيقيه مش شايفها قدامك. خلاص كده؟ يبقى انت هنا اللي قدامك ان انت عندك قرايتين، قرايه داخليه وقرايه خارجيه، وفيهم خلاف كبير، لكن ما حدش قال ان القرايه الداخليه دي مخالفه للقانون. خلاص؟ طيب يبقى انا هنا ما ينفعش اقول دي ان سي ار، يبقى انا محتاج مور انفستيجيشن. مور انفستيجيشن على ايه؟ بشيك في على السامبلينج بروسيس، على طريقه اخذ العينه، هل هي الميثودولوجي واضحه ولا لا. ان احنا اتكلمنا في البند 9.1 نتكلم على ان انت لازم عندك ميثودولوجي للسامبلينج في العينه اللي انت بتاخدها، بتاخدها ازاي، ايه المرجعيه بتاعتك، ممكن انت بتاخد العينه غلط. خلاص؟ طيب هل الاجهزه بتاعتك معايره مدى الاكيرس بتاعت الاجهزه اللي انت بتستخدمها في القياس؟ طيب هل انت بتستخدم نفس الطريقه اللي الجهه الرقابيه بتستخدمها؟ ممكن تستخدم جهاز، يعني انا فاكر مره في احد المصانع وكنا عندنا اجهزه حديثه قوي، وانا قاعد كنت ماسك الكواليتي اشورنس، كان ضمن المعمل تبع مسؤولياتي، وعندنا اجهزه حديثه جايبينها من بره من فرنسا وبتاع، وحاجه هاي ستاندر يعني. فدخلوا عليا بتوع التفتيش ودخلت المعمل وقالت لي انت مخالف للقانون. قلت لها ليه؟ قالت لي فين السحاحه؟ قلت لها سحاحه ايه؟ قالت لي انت القانون طلع لي القانون بقى ايه سنه 73، واحنا كنا في الفينات. ففي 73 كان لسه بيستخدموا بقى الفلاسكات والسحاحه والتتريشنز والتقطير والكلام ده كله، وهي عندها حاجات كمبيوترايزد، فهي بالنسبه لها ده كل ده مخالف للقانون. طبعا ايه المواصفه التجريبيه، هي بين الميثودولوجي مختلفه. خلاص؟ يعني مفيش الزام انت تستخدم الادوات دي، هي مواصفه ارشاديه زي تشرح كده بس. لما بتروح هناك المعامل بتاعت الدوله معايا او كده، في بعض الاماكن في اجهزه حديثه، وبعض الاماكن لسه ما عندهمش موارد فبيستخدموا الاجهزه التقليديه عشان التكلفه. يبقى هنا طريقة التحليل هنا مختلفة. هنا واحد بيشتغل في السلطات بيشتغل بطريقة تقليدية قوي، خلاص، واحد هنا بيشتغل بطريقة حديثة أو العكس. خلاص؟ ده ممكن الدولة معامل الدولة فيها أجهزة حديثة وأنت شركة على قدك وبتشتغل بأجهزة بسيطة. خلاص؟ فالاختلاف التولز، اختلاف التولز القياس ممكن عمرها ما بتقدم نفس النتائج. يبقى عشان تحصل على نتائج تقدر تقارنها ببعض لازم تستخدم نفس الميثودولوجي ونفس الأجهزة عشان تقدر تقارن، لكن ما ينفعش تقارن بطريقتين مختلفتين أو بنفس الطريقة بس أجهزة مختلفة أو بطريقة حديثة أو بطريقة إيه تراديشنال. خلاص؟ بلس إن أنت تقول له وريني الليجال ريكوايرمنتس، المتطلبات القانونية، وتشوف هل هي فعلا أنت أجينست المتطلبات القانونية ولا لا. خلاص؟ يبقى كل دي حاجات بتخش في نقاش مع الفريق وحاجات بتتحرى عليها، وبناء عليها انت بتاخد ايه قرارك. طيب الكيس اللي بعد كده برضو في البيئة، الكيس الرابعة، خلاص، ان انت رحت مخزن، خلاص، مخزن بتاع في مصنع بيصنع عنده مكونات بلاستيك، خلاص، والاوديتور سأل على المكان اللي بنحط فيه الكيماويات القابلة للاشتعال، خلاص، والسوبرفايزر أخذك على الأوضة دي وشفت انت الكونتينرز وطريقه التخزين والحاجات دي كلها، خلاص، ولكن انت لقيت ان في مشكله ما في درين
خلاص في مجرى صرف موجود، الجدرين ده مستخبي ورا البراميل خلاص، ولقيت ان في هذا الدرين مرتبط بصرف الامطار خلاص، وده بيروح على النهر على طول خلاص. فبالتالي لو حصل اي تسريب من هذه البراميل بالكيماويات هتروح مباشرة على النهر. لما سألت على emergency preparedness والاستعداد للطوارئ خلاص، ما لقيتش ان دي موجودة جوه الخطة ولا موجودة في خطة الريسك اسسمنت نفسها بتاعت الاسبكت والامباكت خلاص. فدي بالنسبة لي دي عندي مشكلة كبيرة خلاص. فدي كريستال كلير نون كونفورمت، نون كونفورمت اجينست ان انت عندك مشكلة انا شايفها قدام عيني. عندي كيماويات، الكيماويات دي وراها درين، الدرين ده مرتبط بدرين بتاع صرف الامطار، درين صرف الامطار ده بيصب في النهر بتاع الشرب خلاص، وفي بوتنشال ان ده ممكن في الامرجنسي ينفجر او يحصل له تسريب. فسألته فين الامرجنسي بريبيرنس؟ في الامرجنسي انت بتقعد تشوف ايه كل الاحتمالات الجول اوبريشن بتاعتك اللي ممكن تحصل، ممكن تؤثر على البيئه وازاي تتعامل معاها. لقيت ان هو مش جايب سير اصلا للموضوع ولا مشروع حتى في الاسبكت والامباكت في الحته دي خلاص. يبقى دي بالنسبه لي كريستال كلير كونفورمتي، واضحه جدا، انا لقيت مخالفه صريحه راي العين، وما لقيتش في السيستم ما سبورت لو حصل لا قدر الله مشكله هيحصل ايه خلاص. يبقى هنا عندي سنان كونفورمتي، ايه الستمنت اللي بكتبها؟ بقول ان البروسيس اوف ايدنتيفاينج اول بوتنشال ايمرجنسي سيتويشن اند ميجرز تو بريفنت ساتش emergency is not clear خلاص. يبقى انا عندي خلل في البروسيس اللي بتعرف كل الامرجنسي سيتويشنز. في حته هنا واقعه صح ولا لا؟ طيب الاوبجكتيف ايفيدنس ان الامرجنسي بريبيرنس بروسيدير ما خدتش في اعتبارها احتمال تسريب الكيماويات خلاص، و ان هي دي ممكن ان هي قريبه وراها على طول الدرين، ان ممكن تؤدي الى تلوث النهر اللي هو الناس بتشرب منه. الريكويرمنت بتاعتي عندي هنا الثمانيه اتنين اللي هي الامرجنسي بريبيرنس اند ايه اند ريسبونس. طبعا ممكن نحط طبعا 6-1-1 ان هي الايه الريسك والاوبورتيونز خلاص. طيب نخش على مثال الكيس الخمسة اللي هي خاصة بال 45,000 أو السلامة والصحة المهنية. إن أنت رحت قاعد مع الـ HSE أو الـ Occupational Health and Safety Managers خلاص، أنت قاعد معاه وبتراجع معاه، لقيت عنده 16 أكسيدنت ريبورت، لقيت عنده 16 أكسيدنت ريبورت خلاص. في 6 حالات منهم ما كانش فيه انفستيجيشن تم، وفي 6 حالات تانيين خلاص متفسرين ان هم اخطاء العمال خلاص، ان هم العمال ما بيلتزموش بالتعليمات، و4 حالات بس اتعمل لهم ديبر اناليسيس خلاص. لما الاوديتور راجع العينات مع 10 نير مس، نير مس اللي هي حاجات اللي هي البوتنشال انسيدنس، لقى 6 فيهم ما فيش ايفيدنس على الانفستيجيشن، ما اتعملش انفستيجيشن على الكلام ده خلاص. يبقى هنا ولقى ان في عمليه تحديد الروت كوز اناليسيز ما بتتمش بشكل كويس، وان الكوركتيف اكشنز ضعيفه في التعامل مع الانسيدنت. يبقى مفيش روت كوز اناليسيز متعرف كويس ان الانفستيجيشن ضعيف او ما تمش اصلا، وبالتالي الكوركتيف اكشن برضو ضعيف. دي بالنسبه لي على طول السنان كونفورمتي. نون كونفورمتي ليه؟ لان المواصفه طالبه مني خلاص اني لازم اعمل انفستيجيشن لاي انسنس تحصل زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى ايه الستيتمنت؟ the process of incidents and accident investigation and retaining the records has not effectively implemented. يبقى البروسيس اللي بتتعامل مع الانسيدنس والاكسيدنت خلاص والتحقيق فيها والفحص والكلام ده كله مش فعاله او ما بتطبقش بايه بشكل فعال خلاص. وبحط الاوبجكتيف ايفيدنس اللي هي السامبل اللي احنا شرحناها خلاص، ان 16 اكسيدنت في 6 كذا و6 كذا وكذا وكذا وكذا، وابتدي اشرح الايه الكلام اللي احنا قلناه. طيب ايه الريكويرمنت بتاعتي؟ الريكويرمنت 10 2
خلاص اللي هي بتتكلم the organization to establish, implement, maintain, يعني بتنشئ وبتطبق وبتحافظ على البروسيس. البروسيس دي شاملة ايه؟ reporting, investigation, reporting, investigation and taking action to determine and manage incidents and non-conformity. خلاص يبقى هنا المواصفة طالبة, شالوا هنا قلنا يعني must, يعني يجب, خلاص ان يبقى في investigation, تحقيق لأي incidents أو أي non-conformity حصلت. وهنا محدد لو الانسيدنس حصلت خلاص او النون كونفورمتي, الاورجنايزيشن لازم تعمل اكتر من حاجه زي ما شرحناها قبل كده في المواصفات, ان هي تقيم الموضوع وتشير مع الوركر ريبريزنتيف والحاجات دي كلها. خلاص كده يبقى دي بالنسبه لي انا هنا متطلب صريح من المواصفه انا ما لقيتهوش متطبق جوه الشركه, وان انت ما لقيتش ايفيدنس از ستاندرد ريكويرمنتس الاورجنايزيشن شال ريتين دوكيومنتد. خلاص ريتين هنا بمعنى ايفيدنس, ريكوردز, فورم, ريبورتس, خلاص تقرير, خلاص حاجه محطوطه, ريتين دوكيومنتد انفورميشن خلاص از ايفيدنس فور نيتشر اوف ذا انسيدنس, طبيعه الانسيدنس اللي حصلت او النون كونفورميتي او اي سبسيكونس اكشنز تيكن, اي حاجه اتخذت بعد كده او اي فعل اتاخد عشان يمنع الحاجه دي ان هي تحصل. اخر كيس هنتكلم عليها النهارده برضو في 45, ان انت رحت مصنع بينتج اللي الدهانات, وان ان ان الاوديتور لاحظ ان في محطتين بيختبر فيهم الكوندكتيفيتي اوف وركرز فوت وير اللي هي بيفحص فيها الفوت وير كونتاكتيفيتي تيست خاصه بالاحذيه. خلاص وعشان نشوف الايه الاستاتستيك الكتريستي دازنت بيلت اب اون كلوزز, يعني الهدوم بتاعته غير قابله ان هي تاخد اي شحنات كهربائيه. خلاص وانت لقيت ان في الايكويبمنتس اللي بتعاير هذا الموضوع او اللي بتعمل تيست حاجتين, واحد فيهم اكسبايرد الكاليبريشن بتاعه اكسبايرد, وواحد فيهم مش محطوط عليه ليبل اصلا. يبقى انت لقيت واحد فيهم اكسبايرد وواحد فيهم ما عليهوش ليبل. خلاص يبقى انت هنا عندك مشكله ان الحاجه اللي انت بتقيس بيها خلاص حاجه خاصه بالسلامه والصحه المهنيه, خاصه بالعمال خلاص وبيستخدموها, واحده فيها العداد فيها اكسباير خلاص, واحده فيها الكاليبريشن ليبل بتاعها مش موجود. طيب هل في حاجه نص صريح اخدناه في المواصفه ان انا لازم احط ليبل؟ لا نصا مش موجود. عشان كده انا هنا قدامي انا شايف في مشكله او بوتنشال بروبلم, خلينا نقول بوتنشال مشكله محتمله. خلاص كده المشكله المحتمله دي انا افكر لازم محتاج مور انفستيجيشن عشان اتاكد فعلا ان هي حاله عدم ايه مطبق. خلاص طيب يبقى هنا بالنسبه لي دي مش حاله عدم مطبقه, يبقى انا محتاج ارجع تاني اخش في حوارات في نقاش مع البروسيس اونر واقعد اساله. خلاص هنا هبتدي بكلوز 911 اللي هي خاصه بالمونيتورنج والميجرمنت والاناليسيس والايفالويشن. خلاص هشوف هل المكانتين دول بيستخدموا ولا لا, دي حاجه. هساله عن الكاليبريشن بروسيدجرز خلاص, وبشوف فيها هل هي مانداتوري ان هم يحطوا ليبل ولا لا, ولو هم كاليبريتد اشوف شهادات المعايره بتاعتهم. الجهاز اللي معلهوش ليبل ده هل هو ان يوز ولا لا, بيستخدم ولا لا؟ طب لو هو بيستخدم هل هو جديد ولا قديم؟ من ساعات الاجهزه اللي بتيجي جديد بتيجي مع شهاده المعايره بتاعتها من غير ليبل, وهل العمال اوير بمتطلبات المواصفه ولا لا؟ يبقى بخش في حوار تفصيلي انا عمليه الكاليبريشن بروسيس, عمليه القياس, عمليه التعليمات, بشوف ريكوردز, بشوف الكلام ده كله, وبناء على الحوار اللي هيخرج خلاص انا باخد قرار نهائي هل هي فعلا دي حاله عدم مطابقه ولا لا. وبالنسبه لي بقفل الكيس وانا موجود جوه المكان. يبقى احنا كده خلصنا
السيشن ال 12 الخاص بالاوديت رياليزيشن او تنفيذ الاوديت، وختمناها بكيس ستادي بعضها كان ان سي ار بعضها مش ان سي ار. الهدف منها وانت بتعمل اوديت لازم تتريث، خلاص لازم تبقى هادي وانت بتعمل اوديت خلاص. شرحنا في الفترة اللي فاتت ازاي تنفذ الاوديت، اخدنا كلوز بتاعت الموصفة شرحنا فيها ايه الاوديتنج بوينت، واخدنا ختمناها بكيس ستادي اللي هي مواقف ممكن تقابلها اثناء الاوديت بتاعك. الخلاصة ان انت لازم تبقى مذاكر المواصفة كويس، لازم تبقى ملم بالليجال ريكويرمنت الإدارة اللي عندك، لازم تلم بالإجراءات والتعليمات كل الدوكيمنت المرتبطة بالبروسيس اللي انت رايحها وتبقى فاهمها كويس، وتدي لنفسك مساحة ان انت تفهم البروسيس بتمشي ازاي. وتسأل دايما أسئلة مفتوحة، ولو لقيت أي حاجة ما على طول ما تاخدش قرار غير لما يبقى معاك سوليد اوبجكتيف ايفيدنس، عندك دليل ملموس قوي في ايدك يقول فعلا ان اللي عامل دي نون كونفورمتي ما فيهاش اي ذره شك، خلاص ما فيهاش اي ذره ايه شك. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا، ونشوفكم ان شاء الله المره الجايه في الحلقه الاخيره. انا اخد الانترنال اوديت فول اب، ولو في اي حد ليه اي سؤال يكتبوا لي في التعليقات ورد له عليها، ونشوفكم على خير ان شاء الله. معكم ايمن ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.